أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، نحن نصف جمال الصخر على ضوء الصورة. منظر الصخر جميل، فيه أشجار مثمرة، وعلى الأشجار أثمار ناضجة. الصخر ملون بالأزهار الجميلة، زنبق الأصفر، خبيزة البيضاء، ووردة الحمراء، وفل أبيض. تطير الطيور خلال الأشجار المثمرة، تعشش الطيور فوق الخيزران وشجرة الفنس. وفي المزارع بطيخ قلو وفليفل أخضر وقرع طويل. تطير فراشات الصفراء واليعاسيب الحمراء بين الأزهار والأثمار. وفيه جداول جارية، ماؤها صافي. ما أجمل هذا السهل!